أعلنت صحة غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 39,175، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات 90,400. وأكد مراسل الحدث أن دبابات الجيش الإسرائيلي أطلقت النيران اليوم على منازل في المناطق الشرقية من حي الزيتون في جنوب شرق مدينة غزة ومناطق أخرى من المدينة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. بعد خطابه أمس أمام الكونغرس، يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس كلا على حدة. هذا وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو طالب إدارة الرئيس جو بايدن بالتوقيع على وثيقة تعترف بحق إسرائيل في استئناف حملتها العسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة، وذلك بعد المرحلة الأولى التي تستمر 42 يوما من الاتفاق المحتمل. من جانبها، توقعت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن يصر بايدن خلال اجتماعه مع نتنياهو اليوم على أن يلتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بشروط الاقتراح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة. هذا وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو قال الكثير أمام الكونغرس، إلا أنه لم يقل الأهم بالنسبة لغالبية الإسرائيليين، وهي الموافقة على الصفقة. هذا وكان زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد وجه انتقادات لاذعة لنتنياهو عقب خطابه في الكونغرس، واعتبر أنه كان من الأفضل له البقاء في منزله، محملا إياه مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر. وأضاف لبيد أن نتنياهو أتيحت له الفرصة ليعلن قبوله لصفقة إعادة الرهائن قبل أن يموتوا جميعا في الأنفاق، لكنه لم يفعل ذلك. إذن سنحاول أن نقدم قراءة فيما مضى في هذا الخطاب الذي ألقاه نتنياهو أمام الكونغرس، وتوقع لما سيحدث وهو اللقاء المرتقب مع بايدن ونائبته كاميلا هاريس. معي من رام الله الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية الدكتور محمد المصري. دكتور محمد، أهلا بحضرتك. من بيروت مستشارة الحدث للشؤون الأمريكية والدولية الدكتورة راغدة درغام، أهلا بك أستاذ راغدة. أستاذ راغدة، هبدأ معك، تقييم سريع لهذا الخطاب في الكونغرس الأمريكي لنتنياهو، وهو انحيازه الكامل للجمهوريين، موقف الديمقراطيين الرافض، يعني تحليل محتوى سريع لما قدمه نتنياهو في هذا الخطاب. أبدأ إذا سمحت لي بالتصفيق الذي حدث 62 مرة أعتقد، ترحيبا بخطاب رجل يختلف عليه ليس فقط الأمريكيون والعالم، والبعض يعتبره مجرم حرب، وإنما الإسرائيليين أنفسهم ينتقدونه، يكرهون ما يفعله، لا يريدونه رئيسا مستمرا لحكومتهم. إذن أبرز ما جاء في خطاب نتنياهو أمام الكونغرس هو تعاطف أعضاء الكونغرس معه، وفي هذا إهانة ليس فقط لدماء الضحايا، وإنما أيضا للرئيس بايدن، جو بايدن، الذي سيستقبل وسيتحدث مع نتنياهو بلغة صارمة من أجل وقف النار، وكذلك المرشحة المفترضة للرئاسة من الحزب الديمقراطي.
وأعتقد أن نتنياهو ما قاله داخل الكونغرس هو مجرد مناورة لشراء الوقت مرة أخرى في انتظار أن ينفذ ما في باله. طب في اعتقادك إيه ما الذي تم قبل أن يذهب نتنياهو إلى الكونغرس ويلقي هذا الخطاب ونشاهد ما نشاهد؟ أنت لفظت نظري لنقطتين مهمين جدا، فكرة التصفيق حوالي 67 أو 62 مرة والوقوف لنتنياهو 52 أو 55 مرة. إيه الحشد اللي حصل من نتنياهو تجاه الجمهوريين أدوا بنا إلى هذه النتيجة التي أغضبت الأمريكيين وأغضبت الإسرائيليين، ما بالك بالعالم العربي يعني؟ نعم نعم. أولا العلاقة التحالفية هي علاقة نوعية أما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بين الدولتين، لذلك يجب أن لا نتوقع أن يكون الجمهوريون أكثر تعاطفا أو أن يكون الديمقراطيون أقل تعاطفا مع إسرائيل. إسرائيل هي مسألة داخلية خاصة خلال مرحلة انتخابية، وأعتقد أن في هذه الحال كان التعبير الجمهوري إذا شئت عبارة عن انتقاد لسياسة بايدن تجاه نتنياهو. معروف عنا أن الرجلين لا يتفقان، ولكن يؤكد لك أن دونالد ترامب حتى هو ليس معجبا ولا مرتاحا لشخصية نتنياهو، بل أنه هو بدوره يعتبره فاشلا ومضطر لأن يتعاطى معه، لا محبة بينهما. دكتور محمد المصري، يعني عارف أهم شيء في هذا الخطاب هو قراءة نوايا نتنياهو تجاه ما إذا كان سيرضخ الاتفاق أو ليس الاتفاق، قراءة نوايا نتنياهو السياسية تجاه اليوم الثاني لغزة، قراءة نوايا نتنياهو السياسية لفكرة الصراع نفسه أو فكرة المطروح أو المتوافق عليه في دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود 67. الثلاث نقاط دولي، ما الذي استشفيته من هذا الخطاب؟ ماذا وصلك؟ تحياتي لك أستاذ محمود. تحياتي دكتور محمود لكافة المشاهدين. يعني خلينا أقول بس الرقم التصفيق، أنا عديته كتبت بالأمس تبعته، كان 67 مرة. يعني التصفيق 67. طب 67 كنت أكتب والطاقم يكتب يعني. والوقوف كم مرة يا دكتور محمد؟ ما انتبهش لأني كنت أكتب. يقال 52 مرة وقوفا، يعني وقوفا لنتنياهو في الكونغرس. ممكن. وبالتالي يعني كان بصراحة خطاب أول شيء لا يعبر عن الشعب الإسرائيلي، لا يعبر كليا عن ذلك، هذا يعبر عن نتنياهو ومجموعة من الكابينة المصغرة المتعلقة بسموتريتش وبنغافير وبعض المتطرفين، حتى جزء من الليكود لم يكن يتوقع بهذا الشكل، لأنه هو حارب العالم ولم يحارب الفلسطينيين بالأمس، كان قسم العالم إلى أشرار وخيرين، وحتى أدرج يعني جزء من حلفائه ومن يتعاون معهم في خانة الأشرار حينما قال إيران تتحالف مع روسيا والصين ودمج حماس والجهاد وحزب الله، وبالتالي صنف هؤلاء اللي هم لديهم علاقة وطيدة وخاصة مع القيادة الروسية، أعتقد كان له علاقة ممتازة وما زالت هي العلاقة موجودة يعني. الجانب الآخر فيما يتعلق في المنطقة العربية، لم يرى حتى مشاعرنا العربية بعيدا عن موضوع القضية الفلسطينية وحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي يعني أصبح الآن أبعد مما كان عليه سابقا بكثير من المرات، بغض النظر عن ما نرى من تعاطف مع الشعب الفلسطيني خاصة في الجمعية العمومية المتحدة وموضوع محكمة العدل والجنائية الدولية، وأيضا الأصوات التي نراها بالأمس ورأيناها بالأمس في داخل الكونغرس من يتحدث عن أن هناك إبادة جماعية وأنه وقف السلاح الإسرائيلي، لكن كل ذلك بات التقييم أكثر أنه هذا الرجل أو حتى حكومته في المدى المنظور لا يوجد هناك حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أرضية قيام دولة فلسطينية مستقلة، لا حساس قرارات شرعية ولا حتى يعني الدولة الممكنة، وبالتالي أيضا كمان لم يتحدث حتى عن الفلسطينيين كجسم شرعي، كان يتحدث عن الفلسطينيين اللي هو حكومة مدنية قد يعينها هو أو ناس هناك يتعاملوا مع الاحتلال، ولا يقبل لا بحماس ولا أيضا السلطة الوطنية الفلسطينية الذي لم يتطرق لها قطعيا ولم يتطرق للدولة ولا للقيادة الفلسطينية. الجانب الأهم ذلك هو أخذ يعني خطوة للأمام بأنه مستمر في الحرب مهما كانت النتائج، والحل بالنسبة له هو استلام يعني استسلام حماس. دكتور محمد، في ملحوظة استبقت
خطابه، لا لم تستبق خطابه، إنما استبقت لقائه مع بايدن، وهي فكرة إن كان في المفروض وفد يذهب اليوم إلى الدوحة، وفد إسرائيلي، وكان هيكون في الدوحة الوسطاء المصريون والقطريون والأمريكيون. أجل بالأمس هذا الوفد الذي كان سيرسل من إسرائيل إلى الدوحة في انتظار هذا اللقاء المرتقب مع بايدن من قبل الرئيس، وكأن ثمت قلق. يعني أنا أريد تفسيرك، في رؤيتين للتفسير، عاوز رأيك. تفسير ثمت قلق من موقف بايدن أنه هيكون حاسم جدا مع نتنياهو، وتفسير آخر هو فكرة المراوغة، ربما يقدم ورقة إلى بايدن ويراوغه في فكرة أوافق مقابل أن تعطيني كذا مثلا. شوف، يعني أصلا الوفد هذا كان لازم يذهب قبل تقريبا 5 أيام، يعني قبل يعني سفر نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأعطى الإشارة بالسماح له، ولكن قيدوا ببعض النقاط ووضع شروطه الداخلية، ومن خلال الضغوطات الجيش والأمن ويعني بأطراف في الكابينت أخذ خطوة للأمام باتجاه أنه يذهب الوفد يوم الخميس يتم اللقاء. ولكن هو الآن في بعد خطابه شعر أنه هناك في ردة فعل، وردة فعل قوية داخل المجتمع الأمريكي، لأنه هو تطول حتى على القيم الأمريكية المتعلقة بالديمقراطية وحق التعبير حينما تناول الجامعات، واتهم يعني المتظاهرين بالعلاقة مع يعني مدعومين من إيران أو تمويل من إيران، وتحدث بشكل سيء على كثير من الأطراف التي ترفض يعني هذه الحرب، اتهمها بمعنى معاداة السامية. في هناك حالة قلق وتوتر لديه ولدى حتى المحيطين حوله، وبالتالي تأجيل هذا الورقة للذهاب إلى موضوع اللقاء، وهو اللقاء أيضا ليس جاهزا للتوقيع كما يتحدث البعض، لأن هناك في نقاط جوهرية تتعلق بمحور ليبيا ومحور عودة اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من الجنوب للشمال، الذي يرغب أن يكون لديهم فلتر أمني. لذلك هو أجل ذلك، تقديري في اعتقادي أنه سيكون أمام يعني بايدن زي ما تقول الشخص الذي لا يملك أوراق حتى يقدمها، أي ورقة ستكون خاسرة حينما يعود إلى الكابينة وحكومة اليمين المتطرف. تبقى له هذه الورقة، أنا ممكن أعيد هؤلاء للتفاوض وجاهز أن أطبق رؤيتك الحقيقية، لكن بشرط بدي الورقة الخاصة بالتوقيع التي تضمن لي العودة للحرب. وعلى فكرة هذه ردا على طلبات الفصائل، خاصة حماس حين طلبت الوفد الأمريكي بورقة ضمانات مكتوبة بأن لا يكون حرب لا في المرحلة الأولى ولا في المرحلة الثانية حتى توصل توقف الحرب الكاملة. اجتهد نتنياهو كثيرا ولكنه خسر داخل الساحة الإسرائيلية، واستقباله في الكونغرس لم يحظى له يعني يوم الأيام أن يكون هناك استقبالا في الكنيسة بهذا الحجم. أستاذ راغدة درغام، بالأمس سقط نتنياهو سياسيا في فخ لو واحد هاوي سياسة، يعني عمره سنة أو سنتين لا يسقط فيه، وهو فكرة أراد أن ينحاز للجمهوريين فأغضب الديمقراطيين، وأراد أن يذكر محاسن الديمقراطيين في الأشهر الماضية من الصراع فوقع في فخ التناقض وأغضب أيضا الجمهوريين، وبالتالي لا استطاع أن يرضي الجمهوريين ولا الديمقراطيين، وللأسف استبق ذلك اللقاء المرتقب مع بايدن الديمقراطي أصلا، وبالتالي هنا توقع كبير جدا في فكرة ردة فعل بايدن الذي قدم لنتنياهو الكثير وفوجئ بهذا الجحود، وهو يقدم هذا الخطاب بأنه منعوا عنه كذا وتأخروا عنه في إرسال كذا ولم يقدموا كذا وكذا وكذا. ماذا نتوقع من ردة بايدن وهو متحرر؟ يعني الآن لا يريد لا اللوبي الصهيوني ولا يريد دعما من نتنياهو. يعني جو بايدن ما زال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لم تحدث الانتخابات، هو الرئيس الأمريكي وفريقه يفاوض مع الإسرائيليين ومع الدول العربية التي تحاور بدورها حماس، وهو يود ويريد أن يتوصل إلى وقف إطلاق النار، لو يريد إنهاء هذه الحرب قبل يوم الانتخابات الأمريكية بـ4 نوفمبر، لأن ذلك سيساعد المرشح الديمقراطي، أي المرشح الديمقراطية المفترضة كامالا هاريس. إذن لنكن واضحين بالموضوع، الثلاثة لا يعني كامالا هاريس، جو بايدن ودونالد ترامب
كلهم القاسم المشترك بينهم هو الانزعاج من هذا الرجل الذي اسمه بنيامين نتنياهو، وكل منهم يريد أن يركز على ما هو في صالحه. لا تنسى أن إيران هي نقطة الخلاف الأساسية ما بين نتنياهو والديمقراطيين وبين إسرائيل والجمهوريين. هو يريد أن تكون العلاقة مع أن تكون له حرية التصرف بأكثر صرامة مع إيران، ويرى أن أيديه مقيدة من قبل الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين. هذا لا يعني أن دونالد ترامب سيلبيه بالمواضيع الأخرى في مسألة غزة، ولنتذكر أن هناك تبادل يعني كلمات مودة تقريبا ما بين الرئيس ترامب والرئيس محمود عباس أبو مازن، إذ كتب له ترامب عائدا إليه محمود وليس بطريقة رسمية يعني بمخاطبة رسمية. أعتقد أن الثلاثة سيكونوا صارمين معه بطريقة بوسيلة لإقناعه بوسيلة ما، إما لسد الثغرات الموجودة أو يعني التوصل إلى ترتيبات انتقالية. لا أعتقد أنه سيتوصل أو أن نحن سنتوصل إلى اتفاقات نهائية ما قبل الانتخابات الرئاسية. أعتقد أن موضوع غزة سيبقى مطروحا في هذه الانتخابات، وستبقى الأمور تتأرجح ما بين الهدن المؤقتة أو ما بين وقف النار الدائم. لكن دكتور محمد المصري، نتنياهو يذكر محاسن ترامب الفائتة، يقول يعني شرعية الحكم على الجولان، الشرعية القدس، هو أعطاهم الكثير ما لم يعطيه أي رئيس أمريكي سابق. صحيح. في هذه المسألة، وبالتالي دكتور محمد المصري في اعتقادك مغازلة ترامب بهذه الطريقة، هو سيلتقيه غدا، المفروض نتنياهو يلتقي ترامب غدا، إلى أي حد يمكن الخوف؟ يعني أنا أطرح نظرية الخوف أكثر من نظرية الأمل والتفاؤل من علاقة نتنياهو ترامب إن نجح ترامب في المرحلة القادمة. اسمح لي أستاذ محمد بس أضيف جملة واحدة ما تحدث فيه الدكتور غدا، وأنا أتوافق معها حول يعني رؤيتها للمواقف الثلاث أطراف، يعني هاريس وترامب وبايدن بيتعلق في موضوع الحرب. لكن هذا الرئيس الذي يعني كان ناجحا على صعيد العلاقات الخارجية والدولية طوال حياته السياسية لا يرغب بالخروج من المشهد السياسي، وهو يحمل إرث الحرب الذي كان طرفا فيها وكان جزءا من العدوان على الشعب الفلسطيني، يريد أن ينهي هذه الحرب. وإذا ما استطاع ذلك سبيلا، أنا أعتقد يمكن يكون حتى يريح من يأتي بعده إن كانت هاريس أو ترامب. وترامب حتى نفسه معني بناء الحرب حتى يأتي لهذه المنطقة، وليس هي مشحونة بالحروب ويبدأ بتطفئة النار، يريد أن يعني يتفرق لأمور أخرى. لكن هل هناك في تخوف من ترامب في العلاقة مع نتنياهو؟ بالتأكيد ليس ترامب واحد كما هو ترامب اثنين، ولا حتى العلاقات الفلسطينية الأمريكية في عصر ترامب القادم كما كانت سابقا في اللي هو العصر الماضي. وأنا أقول معلومات ولكن ليس متاحا للحديث فيها مطولا، الدبلوماسية الفلسطينية تعمل بالتواصل مع كلا الحزبين وليس بعيدة عن العلاقات في العلاقات الدولية على فتح قنوات تكون في المستقبل قادرة من خلالها أن تنفذ لوضع يعني رؤيتها السياسية على طاولة صانع القرار في واشنطن. لذلك نقول بأنه لا أعتقد أنه سيذهب بايدن ويحصل على نتنياهو سيحصل على من ترامب أكثر مما حصل من بايدن. بايدن قدم كل ما لديه من تسليح وذخائر ومال وتغطية سياسية. صحيح. يعني هو آخر صهيوني يعني في الحزب الديمقراطي كما يقولون. ولكن الحديث يجب أن نتركز على هاريس. هل هاريس هي نفسها بايدن؟ أنا لا أعتقد حتى ذلك. صحيح. دكتور محمد المصري، أستاذة راغدة درغام، شكرا جزيلا لكما.